في الذكرى 33 لمجزرة صبرا وشتيلة، قام وفد من لجنة كي لا ننسى مجزرة صبرا وشتيلة، ضم ناشطين من مختلف دول العالم بزيارة مدينة صيدا ومقر التنظيم الشعبي المصري، كما قام بوضع إكليل من الزهر على نصب التذكاري للشهيد معروف سعد. وكان في استقبال الوفد أمين عام التنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد وشخصيات سياسية واجتماعية صيدوية. وقدم سعد للوفد كتاب نضال وثورة الذي يحكي عن مسيرة الشهيد معروف سعد. وكان لسعد كلمة أمام الوفد الزائر تناول فيها التطورات الخطيرة في فلسطين المحتلة من انتهاكات واعتداءات للعدو الصهيوني على الشعب الفلسطيني. في ظل انقسام فلسطيني قائم وموجود ومتواصل، ما يضعف قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة هذه السياسات الخطيرة. أيضا في ظل غياب أي موقف رسمي عربي، وهو أمر اعتدنا عليه وليس بالغريب علينا، حيث أن الأنظمة العربية لم تكن في يوم من الأيام صادقة وداعمة لهذا الشعب في نضاله المتواصل على مدى 6 عقود وأكثر. وطلب سعد الحكومة اللبنانية بتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في المخيمات وعدم التضييق عليهم. هو هذا النظام الآن يعني تبعياته لمرجعيات إقليمية ودولية عديدة، هو لا يتمتع بحد أدنى من استقلالية القرار. وتناول سعد مسألة الحراك الشعبي في لبنان معتبرا أن النظام اللبناني لا يتمتع بحد أدنى من القرار مستقل، وهو يعتمد على التوجيهات الإقليمية والدولية. هناك حراك شعبي في الشارع، نحن شركاء فيه منخرطون فيه، نماضي لجانب شرائح عديدة من أبناء الشعب اللبناني في مواجهة هذه السلطة، مواجهة هذا النظام، ونعمل من أجل تطوير هذا التحرك لنصل إلى كتلة شعبية كبيرة ووازنة تفرض التغيير الديمقراطي السلمي وبناء نظام جديد في لبنان يحترم الإنسان ويحترم القيم الإنسانية ويحقق العدالة ويتيح الحرية الحقيقية والديمقراطية الحقيقية وليس الديمقراطية المزيفة. كما كانت كلمة لرئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية، عاهد فيها الشهداء أن تبقى ذكراهم خالدة، وقال أيضا الشهيد مصطفى سعد الذي تم اغتياله نتيجة وقوفه ودعمه للقضية الفلسطينية ولقوى المقاومة الفلسطينية. نعاهد الشهداء أن يبقى دمهم وأن تبقى ذكراهم خالدة فينا، وأن نكون على العهد وعلى الدرب من أجل الوصول لغاياتنا في فلسطين وفي لبنان ومع كل الشعوب العربية ومع كل الشعوب والتنظيمات المحبة للسلام ولحقوق الإنسان في العالم، ليعيش العالم كله بأمان، لأن السلام في فلسطين وفي لبنان وفي سوريا يعني السلام للعالم كله. إذا بقي هناك اضطرابات وسادت قوى الظلم، معنى ذلك لن يكون هناك سلام في كل عواصم العالم. الذكرى والذكريات والمناسبات كثيرة عندنا في فلسطين ولبنان، ليست مجزرة صبرا وشتيلة هي الوحيدة بل هي الأسوأ، ولكن كل يوم هناك مجزرة ومجزرة جديدة ضد أطفالنا وأبنائنا وأبناء. حقيقة بداية فعلا نحن نشعر بالسعادة ونشعر بالاطمئنان ونحن في هذا الصرح التنظيم الشعبي الناصر الذي له في وجداننا كل الاحترام وكل التقدير وكل الانحناء لهذا التنظيم الذي
نتمنى أن يكون في كل بقعة في البقاع العربية. أنا وإخواني فعلا كلنا شكر وكلنا سعادة أن نرى العلم الفلسطيني في صيدا وأن نرى خارطة فلسطين أمامنا. حقا لا يشعر الإنسان بأنه في بلد كما أجبرونا أن نسميه بلد آخر، وإلا هو الأصل أن نكون بلدا واحدا. وبهذه الكلمات التي سمعناها حقا نحن بلد آخر، بلد واحد، وسنكون مستقبلا بلدا واحدا بهمة ومناضلة وكفاح الشباب الذين يتمثلون الأخ أسامة. كما قام الوفد بعد ذلك بجولة في صيدا القديمة، حيث زار مدرسة صيدا الوطنية ومستوصف الشهيدة نتاشا سعد.